احنا كنا مجموعه الحقيقه. اولا الكابتن حسن حمدي كان وهو ماسك مدير كوره اول واحد طبق الاحتراف، يعني الاحتراف اتطبق في مصر بعد كاس عالم 90. 90 لا الكابتن حسن حمدي وهو ماسك مدير كوره وانا رايح النادي الاهلي سنه 80، كنا بنروح النادي التمرين الساعه 3، بنروح الساعه 11، نتغدى ونقعد مع بعض في الجنينه. طبعا انت عارف طبعاً. طبعا نقعد مع بعض ونروح كمان ايه التمرين مثلا الساعه 3، بننزل التمرين قبليها بحوالي 20 دقيقه 25 دقيقه نلعب 4-2 الدايره اللي بتتلعب دي. فاحنا كنا يعني بيطبق لنا الاحتراف واحنا ولا في احتراف ولا في اي حاجه خالص.